مساء الخير، أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أرسولا مولر أن أكثر من 200 ألف شخص فروا منذ شهر نيسان أبريل الماضي من منازلهم في المنطقة المحيطة بمدينة الرقة سوريا، وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن 20 ألفا إلى 50 ألف شخص لا يزالون في المدينة المحاصرة. أعلنت مصادر عسكرية يمنية بدء عملية عسكرية جديدة في محافظة أبين لتأمينها من مسلحي تنظيم القاعدة، وأكد المصدر أن العملية العسكرية بدأت أمس الخميس بإرسال لواء عسكري بمختلف تجهيزاته إلى بلدة جحين ولواء آخر إلى شرق بلدة لودر، مؤكدا أن الهدف هو تأمين محافظة أبين وملاحقة الإرهابيين. أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان الجمعة أن موسكو ستحد الوجود الدبلوماسي الأمريكي على أرضها ردا على إقرار الكونغرس عقوبات جديدة عليها منددة بعداء لروسيا. وتطلب موسكو من واشنطن عمليا خفض عدد العاملين في سفارتها وقنصلياتها في روسيا إلى 455 موظفا اعتبارا من الأول من أيلول سبتمبر، وتمنع السفارة الأمريكية من استخدام مقر لها في ضواحي العاصمة الروسية ومستودعات. أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف صباح اليوم استقالته بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهليته للبقاء في المنصب بسبب تورطه في قضية فساد. وأعلنت أن شريف لا يتمتع بالأهلية على خلفية قضية فساد متعلقة بتسريبات تم الكشف عنها العام الماضي وهزت البلاد. أعلن قاض في محكمة شاه عالم الجمعة أن المتهمتين باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في ماليزيا في 13 من شباط فبراير ستحاكمان في تشرين الأول أكتوبر في الجريمة التي تذكر بأجواء الحرب الباردة. هذا واتهمت كل من اتهمت الإندونيسية سيتي عايشة تبلغ 25 عاما والفيتنامية دوان تي وانغ التي تبلغ 28 عاما برشق غاز الأعصاب الفتاك في إكس على وجه كيم جونغ نام أثناء انتظاره للصعود إلى طائرة في مطار كوالالمبور الدولي، وتواجه المتهمتان في حال الإدانة عقوبة الإعدام. في الهند قال مسؤولون إن الفيضانات التي تجتاح ولاية جوغارات في غرب الهند وأودت بحياة أكثر من 120 شخصا شلت قطاع التصنيع وألحقت ضررا بالغا بالآلاف من مزارعي القطن. وبحسب مسؤول في الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات فإن الفيضانات تسببت خلال الأسابيع الأخيرة بقتل 300 شخص على الأقل في الولايات الغربية والشرقية. شكرا.